فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أولادي يشترون أشرطة الألعاب الإلكترونية المسمات بالبلايستيشن، وفيها سرقة وشرب للخمر وصور سيئة. سؤاله: هل أسمح لهم أن يشتروا هذا؟ لا، لا يجوز تقرهم على هذا، الواجب إتلافه، هذا منكرات، هذه منكرات، الواجب إتلافها، ويجب على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها تتابع هذه الأمور، تتلف لا تفسد أولاد المسلمين. والواجب على وزارة التجارة أيضا أن تمنع توريدها. نعم.